كما تسلم فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الإفريقي اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط أوراق اعتماد سعادة السيد بينجان يون بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية كوريا لدى بلادنا. جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار الجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق وهارون تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومحمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام للتعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. وفي لقاء عقب تسليم أوراق الاعتماد خص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الكورية بمقابلة تطرقت لأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.